صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني النهارده وفيديو جديد وروتين جديد معاكم من قناه مطبخ توتا فود. يلا حطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تصلكوا كل فيديوهاتي. طبعا زي ما انتم شايفين انا كنت شويه بلطم كده وبصوت، لما شفت المنظر اتفاجئت بيه. يعني بالليل كانت نظيفه، الصبح وصلت كده ازاي مش عارفه المرحله دي وصلت ازاي. بس يلا بقى هنعمل ايه؟ هو البيت اللي فيه اطفال لازم يبقى كله مكركب كده، هنعمل ايه؟ مش هتقدري تمنعي طفل وتقيله لا ما توسخش الدنيا. فطبعا دلوقتي انا اهو هي الاوضه ما فيهاش اي حاجه، انا كنت مسحاها وكنت مدخله فيها جزء من الركنه، حطيته فيها قلت عشان نقعد عليها. فانا طبعا هكنس بالمكنسه، فعشان طبعا المكنسه ما يدخلش فيها اي حاجه وتقف وتبوظ، فهلم الورق وهلم الحاجات الكبيره، هلمها كلها من الارض واحطها في وهلم السبت بتاع الغسيل والاطباق والحاجه اللي كانوا بيلعبوا بيها. وطبعا كانوا بيقصوا ورق، مش عارفه كانوا عاملين حاجات كتير قوي. المهم يعني كله هلمه وهجمعه في كيسه عشان تبقى الارض نظيفه، بس على الكنيس ميبقاش فيها حاجه، والم الكراكيب. بصوا الهيصه اللي كانت شغاله دي كلها ما اخدتش في ايدي نص ساعه. لميت كل حاجه في كيسه واحده وهحطها في الطبق، واي حاجه الاقيها قدامي احطها في الباسكت ده، وهبقى المها بقى في الاخر. اهو بس كل حاجه، حتى كل حاجه رمينا، مفيش حاجه مش مخلينها. اقلام بالتاني هظبط بقى الترابيزه وانضفها وهمسحها والمحها من اي تراب عليها. تعرفين اللون الاسود مش بيستحمل اساسا عامه خالص اي حاجه، وخليت ابني الصغير عمل لي البلكونه ولمعها لي وقفلتها. فبصوا حتى الكتب وكله بلمه، كله بلمه، مش مخليتش اي حاجه، ما خليت لهمش اي حاجه في الاوضه. قولوا لي ايه رايكم. طبعا ان انا حطيت الكنبه في الاوضه، مش ممكن بكره تاني يوم تلاقوني ضربت في دماغي وغيرت ورجعت كنبه الركن تاني بره، يعني على حسب الغزاله. يعني انا بحب اغير، بحب انقل الحاجه من مكان لمكان، التغيير حلو هي طبعا شويه وكده بتحسي التغيير حواليك. طبعا دلوقتي بلم هي الترابيزه وهلمحها ولمع اي طرف فيها، عشان طبعا اللون الاسود دوت عشان في بلكونه جنبها، فمن اقل حاجه بتلملي تراب. عايزه اقول لكم ان احنا بنقعد في الاوضه دي وبناكل وبنشرب وكل قعدتنا كلها اغلبيه الوقت فيها. بس طبعا البيت اللي فيه اطفال زي ما قلت لكم، عمرك ما تقدري تمنعي الطفل وتقيله ما تلعبش ما توسخش ما تكركبش، لا لازم هيوسخ ويكركب، لان ما فيش حاجه بتفضل في مكانها. يعني احنا نفسنا واحنا صغيرين كنا بنوسخ وبنكركب وما كناش بنلم حاجه اساسا ورانا. اهو بص بلمعها بقى بالجلانس كويس وانضفها عشان ما يبقاش فيها اي حاجه. ما تنسوش بقى زي ما قلت لكم تقولي رايكم، اخلي الكنبه في الاوضه ولا اطلعها بره؟ لسه مش عارفه. يعني انا حاسه ان هي مريحاني، ان هي في الاوضه مريحه، بس ربنا يسهل ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يكرمني. ناويه اجيب سرير للولاد في الاوضه دي، لان انا حطيت الاوضه كامله مع بعض، وان شاء الله لو ربنا اكرمني هجيب سرير او سريرين احطهم للولاد مع بعض يناموا في الاوضه دي، واطلع التلفزيون بره. بس كده انا خلصت، هحط بقى المفرش، غيرت المفرش وهحط المصحف مكانه زي ما هو كده، وكمان المبخره هرجعها مكانها، وهحط من تحت مفرش عشان لقيت المفرش التاني مش لايق. تغيير برضو. على فكرة الفيديو ده كان ليه جزء تاني، بس انا طبعا قسمته على اتنين طبعا عشان خاطر ميبقاش طويل عليكم عشان ما تملوش وتزهقوا. فانا كنت عاملاه كان طويل عن كده، فانا لا يعني حبيت ان انا انزل لكم حاجة واحدة، وقسمت الفيديو على يومين قلت احسن، وفي نفس الوقت عشان ما تملوش وتزهقوا. طبعا دلوقتي انا بروق روقت الكنبة بتاعت الركنة، هلم كل حاجة عليها، احط بقى المخدات وارتبها واروقها. اهو هرجع الكرسي ده مكانه، وهبتدي بقى الم الكنبه التانيه. طبعا التانيه دي مش كنبه، دي كانت سرير بتاع الركنه نفسها، الحته المقفوله بتاع الكنبه دي، بس انا اخدته، يعني قلت هو كده كده ملوش لازمه ومش بنستعمله، لان انا مش بطلع السرير بتاع الركنه ويقعدوا عليه، فاخدته وعملته كنبه زي كده. ان شاء الله برضو ناويه اقفلها من الجناب واقفلها من ورا واظبطها واعملها كنبه مقفوله برضو نقعد عليها، هتبقى هتنفع وتبقى حلوه مش وحش. احنا انا حاليا بصراحه بقعد عليها وبحب اقعد عليها قوي، بس حاطه تحتيها سجاده علشان
ساعات بتتزحلق مننا. ودي شيلة الارض اللي انتوا عارفين ان انا بحطها في الارض، طبعا كنت جايبة كذا واحدة عشان كانت الاوضة فاضية ما فيهاش غير الكنبة الصغننة اللي على الشيلة دي، والباقي كانت الاوضة فاضية كنت عاملاها نظام قعدة عربي وكنا قاعدين واخدين راحتنا فيها. بس لما لقيت الجو بقى ابتدى يسقع جبت الكنبة هنا، وزي ما قلت لكم ممكن تلاقوني يوم ولا اتنين ورجعتها تاني مكانها. طبعا الخرطوم اللي في ايدي ده ممسكه للعيال عشان اضربهم بيه. دلوقتي بقى هكنس الاوضه وهبتدي اكنس السجاده كويس، وهرفع هكنس كده من تحتها بالمكنسه. طبعا هي الاوضه والله ما فيهاش اي حاجه ولا محتاجه تتمسح ولا اي حاجه، لان انا كنت لسه ناقله الكنبه دي زي ما قلت لكم، وكنت ماسحه وكنت غاسله الحيطان وكنت غاسله الالوميتال، كانت الدنيا كلها زي الفل. فما فيش، بس هي كانت كركبه بس من على الوش مكان الولاد ما كانوا مكركبين وبيجوا يقعدوا هنا يتفرجوا على التلفزيون، وكل واحد بيسحب لحاف بيسحب كوفرتا بيسحب مش عارفه ايه يقعدوا يلعبوا. المهم ان بتصحي الصبح بتلاقي الاوضه مكركبه، بس هي كراكيب على الفاضي بس، بس بتبقى نظيفه بعد كده. يا دوبك انك تلمي الحاجه وتكون سايبه المكنسه تبقى زي الفل. هكنس بقى الاوضه كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهوريكم بعد كده هعمل ايه. طبعا هكنس بالمكنسه، هكنس السجاده زي ما قلت لكم، وهكنس تحتيها وهكنس يعني اي مكان كده في حس ان في تراب ومطرب، يعني مش هخلي حته في الاوضه مش هكنسها، حتى السجاده هرفع نصها كده من الجناب وهكنس برده عشان لو في تراب ولا حاجه تبقى نظيفه وتبقى زي الفل. هكنس برده السيراميك كله. ما تنسوش بقى كده واحنا شغاله شغاله كده معاكم وانتوا بتتفرجوا كده عليا حطوا اللايك، اوعوا تنسوا يعني امان عليكم ما تنسوش اللايك، عشان في ناس كتير قوي بتدخل تشوف الفيديو ومش بتحط لي اللايك، وصدقوني اللايك مع المشاهده بيرفع الفيديو يعني بيخليه يظهر في السيرش في البحث. فاتمنى منكم ان تشاهدوا الفيديو وتحطوا لي اللايك، ويا ريت يا ريت تبقى المشاهده كامله يعني فضلا منكم مش امرا. كده انا كنست الجنب ده كله وخلصته دقيقه، صح دقيقه بكنس بدقه. انا طبعا هنا انا غيرت حاليا، يعني انا لسه بصوا انا جبت مفرشه هنا وهحطها اللي هو بديل السجاد واشيل السجاده، يعني ايه ان شاء الله الفيديو الجاي هتلاقوني كده عامله تغييرات. ممكن بقى زي ما قلت لكم قولوا لي اشيل الكنبه ولا اخليها بس شيلت بس نقعد عليها، فانتوا ادوني رايكم عشان المره الجايه لما اجي اصور لكم الفيديو ابقى عارفه انا هعمل ايه. وبرفع بها السجاده وباخد السيراميك عشان لو في اي تراب ولا اي حاجه، بس حد اكل حاجه ولا كده تحت السجاده مثلا بتبقى فتافيت عيش مكان الولاد مكان ده، فلازم تكنسي كده وكل حته تاخديها بالمكنسه معاكي. المكنسه كده كده عامه بتريح وبتشفط التراب جامد قوي. طبعا دي مروحه باظت ان شاء الله برضو عايزه اعملها، بس الحمد لله ان هي باظت اخر الشتاء لوحدها. اهو انا خلصت هفرد بقى السجاده تاني. ما تنسوش بقى نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زي ما قلنا نحاول واحنا بنشتغل كده ان احنا نصلي على الرسول، ان احنا نستغفر كتير بيفك الكرب وبيريح القلب وحاجات كتير قوي، يعني ذكر ربنا حلو في البيت. كده انا خلصت كنس الاوضه كلها، ابتدي بقى ان انا ارجع بقى احط الشيلات بقى مكانها، اشوف بقى اوزع الشيلات ازاي. وادي الاوضه راقت اهي وبقت زي الفل. ما تنسوش بقى واجه فيديو النهارده خلص، والروتين النهارده كان سهل وجميل، وما ان شاء الله في جزء تاني هنزله لكم. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتي، واشوفكم ان شاء الله بكره على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.